طيب هنبدأ في الدرس اللي هو ذا ستادي اوف سام بولينوميال فانكشن، اللي هو اخر درس في اليونت الاولى، وده كان بيعلمنا ازاي نعمل جراف لبعض الفانكشنز. فعندنا اول نوع من الفانكشنز اللي هي اسمها كونستانت فانكشن. كونستانت فانكشن ودي الديجري بتاعتها بتبقى زيرو. الديجري زيرو، ليه الديجري زيرو؟ ما فيهاش اكسات خالص. يعني يجي يقول لي جراف اف اوف اكس ايكوال 5، وممكن يقول لي جراف، دي اول واحده، اف اوف اكس ايكوال نيجاتيف مثلا 5. هي اف اوف اكس اصلا معناها واي، اف اوف اكس معناها اساسا واي، يعني كانه بيقول لي واي ايكوال 5. كانه بيقول لي واي ايكوال 5. طب واي ايكوال 5 دي يعني معناها ايه؟ حاجه انا اقوم راسمها كده اهو، هرسم الاكس اكسس كده وده الواي اكسس، وكل ما عليا ان انا هعمل ايه؟ هاجي من عند ال 5 اللي على الواي واقوم عامل لاين كده بس بارل تو اكس كده تمام. ان ما فيهاش اكسات اصلا، 5 بس وخلاص. طيب لو قال لي مثلا اف اوف اكس ايكوال نيجاتيف 5، نفس القصه، هي ما فيهاش اكسات، مش لازم طبعا 5، يعني ممكن يقول لي نيجاتيف 3 مثلا اهو، طالما ما فيهاش اكس، يعني ما قلتش نيجاتيف 3 اكس ولا الكلام ده، كل ما عليا ان انا اجي ايه؟ من عند اهو، اقوم عامل كده تو اكسس بتوعي، ادي اكس وادي واي، واحده ادي اكس وادي واي، هاجي من عند النيجاتيف 3 اللي على الواي، احنا قلنا اف اوف اكس معناها واي، من عند النيجاتيف 3 بتاعت الواي واقوم عامل ستريت لاين بس وخلاص كده احنا رسمناها. يبقى كده ما فيهاش اي مشكله، يبقى دي الزيرو، الزيرو ديجري او الكونستانت. هو الدرس ده بيقول لي سم بولينوميال فانكشنز ليه؟ لان احنا هنتعلم بس جراف ل 3 فانكشنز، لما نكبر شويه ان شاء الله في ثانوي هناخد كمان فانكشنز ثانيه غير دول. هو بس في ثالثه اعدادي بيعلمنا بس 3 فانكشنز وخلاص. في ثانيه ثانوي ان شاء الله هيعلمنا بقى شويه اكتر اكتر من كده. طيب النوع الثاني اللي هي اسمها لينير فانكشن، او بيقولوا عليها فيرست ديجري فانكشن. وطبعا اتفقنا الديجري بتتحدد حسب الباور بتاعت الاكس. فيجي يقول لي جراف ذا فانكشن اف اوف اكس ايكوال، هبتدي بقى مش هيقول لي 3 وخلاص، لا هيقول لي 3 اكس ماينس 2 مثلا. سهله جدا، بس دي بقى لازم نعمل لها ايه؟ تيبل وكده، يعني لازم نختار لها فاليوز لما نيجي نرسمها. خدناها في ثانيه اعدادي، بص ايه؟ بيراجعها لنا تاني السنه دي عشان هي مهمه. هنختار اي ثلاث ارقام من اكس، اي ثلاث ارقام يعجبوني، فاحنا بنختار ابسط ثلاث ارقام اللي هم زيرو، يعني نعوض عن اكس مره بزيرو، ونعوض عنها مره ب1، ونعوض عنها مره ب2. طب انا ممكن اختار نمبرز غير دول؟ اه اي 3 نمبرز يعجبوني، بس احنا بنختار اصغر ثلاث ارقام اللي هم زيرو 1 و2، عشان بس الارقام ما تكبرش مني قوي. طيب احسب دي على الكالكوليتر هتقوم طالعه لي نيجاتيف 2، احسب دي على الكالكوليتر هتطلع لي 1، احسب دي على الكالكوليتر هتطلع لي 4. بس بقوم عامل تيبل كده اهو، التيبل بس لتنظيم المساله مش اكتر. ادي اكس وادي واي اهو، الاكس انا حطيتها مره بزيرو ومره ب1 ومره ب2، ادي الاكس. الواي حطيتها مره بنيجاتيف، طلعت نيجاتيف 2 وبعدين 1 وبعدين 2. نرسمها ازاي؟ بس ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس، بنكتب هنا 0 1 2 3 اند سو اون، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. ركزي عشان هدي لك مثال تعمليه عليه، 1 2 3 4 وهكذا. هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 بس تمام جدا. طب هبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي اقوم راسم بقى 0، اول حاجه 0 ونيجاتيف 2، 0 ونيجاتيف 2، يعني 0 اهو وانزل منه النيجاتيف 2 واحط نقطه. طيب 1 مع 1
1 واطلع منه قصاد 1 واحط نقطه، 2 مع 4 2 واطلع منها لقصاد 4 واحط نقطه، واوصل الثلاثه دول ببعض. بس بنطول بقى اللاين شويه. ليه بقى؟ من هنا ومن هنا ونعمل له ارو، لان طبعا مش دي كل الفاليوز، انا مختار 3 فاليوز بس، لكن ده هم ملايين النقط على اللاين. بس كده انا رسمتها. وفي الحاله دي لو طلعت الفانكشن عامله كده، يعني لما بتكون جايه الرقم ده بوزيتيف بتطلع الرسمه عامله كده، وبيقولوا عليها increasing function، انها طالعه من الشمال اليمين كده لفوق كده، زي دي يعني دي. لكن يعني ممكن اخد دي زي نوت كده، لو جات لي اف اوف اكس بقى وكان النمبر اللي جنب اكس ده كان نيجاتيف، يعني كانت مثلا نيجاتيف 3 اكس ماينس 2، كانت الرسمه هتطلع عامله كده، اللاين هيطلع عامل كده باصص ناحيه الشمال، وبيقولوا عليه decreasing. هو ممكن نسألني بحاجه زي كده في التشوز، يعني ممكن مش اكيد. بس يبقى انا اخترت 3 values وطلعت الانسر بتاعتهم بالكالكوليتر ورسمت الايه؟ اللاين. بس صراحه عشان احنا اللينير، صراحه عشان اللينير فانكشن والكونستانت فانكشن اللي قبل كده احنا واخدينهم في ثانيه اعدادي، فهم ممكن يجيبهم في الامتحان بس عليا تشوز، يعني يسالني اسئله تشوز فيه انا مثلا انكريزنج ولا لا. كده يعني مش ايه. لكن اللي هيسالني عليه بقى وهيجيب لي عليه سؤال كامل في الامتحان، بتيجي سؤال كامل هي مين بقى؟ السكند ديجري فانكشن، او اللي بيقولوا عليها كوادرات الفانكشن، هي ثالث نوع. اهي ثالث نوع اللي هو كوادرات الفانكشن، دي اللي جديده علينا السنه دي، ودي اللي بيجيب عليها سؤال كامل في الامتحان، او بيسموها سكند ديجري فانكشن. سكند ديجري فانكشن. طيب ليه بقى؟ لان هي زي كده، بص هيجيب لي مثلا ياخد واحده من المعاصره على طول، هيجي يقول لي اهو جراف، السؤال بيجي لنا كده في الامتحان، جراف ذا فانكشن بنفس الطريقه اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2. يبقى ناخد واحده كده تكون ايه طويله شويه عشان اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 5، وبعدين اكتب لي جنبها تيكن اكس بيلونجز تو، تيكن اكس بيلونجز تو ايه؟ بيلونجز تو 0 اند 5. وبعدين يقول لي ايه؟ فروم جراف فايند، اول حاجه اكسس اوف سيمتري، ممكن اخد فانكشن اسهل شويه، يعني ناخد مثلا اكس باور 2 ماينس 2 اسهل شويه، بس ايه ما تاخدش معانا وقت قوي في الحل. اكس بيلونجز تو نيجاتيف 3 اند 3، هما كلهم نفس الطريقه ونفس الحل، ولكن القصه كلها في التعويض. اول حاجه اكسس اوف سيمتري، نمبر 2 يقول لي ايه؟ ماكسيمم اور مينيمم فاليو. بس السؤال لازم يجي لنا كده في الامتحان، لازم سؤال كامل بالمنظر ده. جراف ذا فانكشن تيكن جي اكس بكذا، واعمل لي ايه؟ وهات لي الاكسس اوف سيمتري، وايه؟ وايه تاني؟ والماكسيمم اور مينيمم فاليو. بسيطه جدا. انا برسمها ازاي؟ اقوم ماسك الفانكشن بتاعتنا بقى، بس مش زي اللينير فانكشن بقى، انا اللي بختار ثلاث نقط كان عندي، يعني انا اخترت 0 1 2، لا هو مدينا اهو اللي هتشتغل عليه. هتجيب لي بقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2، هو من نيجاتيف 3 لحد 3، يعني نيجاتيف 3 وانت ماشي لحد ما توصل ل 3، فنيجاتيف 3 اكبر منه نيجاتيف 2، بعد كده نيجاتيف 1، بعد كده 0، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده 3. وهنعمل تيبل برضه، هنعمل برضو تيبل اكس و ونكتب النمبرز ادي نيجاتيف 3 ادي نيجاتيف 2 ادي نيجاتيف 1 ادي 0 ادي 1 ادي 2 ادي 3. طيب هنطلع دول بالكالكوليتور ازاي بقى؟ سهله جدا اهو. اف اوف نيجاتيف 3 زي ما خدنا من الدرس اللي فات، شيل كل اكس وحط نيجاتيف 3، هنعمل نيجاتيف 3 باور 2 ماينس 2، نرجع نعمل نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 2،
نيجاتيف 1 باور 2 ماينس 2، كل ده على الكالكوليتر طبعا، 0 باور 2. انا كل اللي عمال اعمله ايه؟ بحط بدل الاكس بس ايه؟ نمبر وخلاص، واطلع الايه؟ نمبر في براكت اهو، 1 باور 2 ماينس 2، 2 باور 2 ماينس 2، 3 باور 2 ماينس 2. في ناس بيعملها بالكالكوليتر، بس انا بفضل كده عشان يبقى عملنا ستيبس. تمام جدا. طيب نيجي عندنا نقوم عاملين ايه بقى؟ اهو نطلع الانسر على الكالكوليتر، مش هتعب في حاجه. دي هتطلع 7، دي هتطلع 2، دي هتطلع لي نيجاتيف 1، دي هتطلع لي نيجاتيف 2، دي هتطلع لي نيجاتيف 1، دي هتطلع لي 2، دي هتطلع لي 7. نبتدي نرسمها ازاي؟ نرسمها بمنتهى البساطه. الاول نكتب الفاليوز اللي طلعت دي في التيبل عشان يبقى ايه منظم يعني كده. هلاحظ انا حاجه، في فاليو هتلاقي الفاليوز بتتكرر حواليها اللي هي ده ايه؟ نيجاتيف 2 اللي هي كانت جايه مع مين؟ مع 0. ايه دي الفيرتكس؟ لان هنلاحظ بص هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 2 2 7 7 زي المرايه، وهتلاقيها باينه في التيبل حتى اهي 0 مع نيجاتيف 2. دي بيسموها الفيرتكس، بيسموها الفيرتكس. الفيرتكس دي لو انا عرفتها اقدر اطلع ايه؟ دي الفيرتكس. الفيرتكس طلعت ايه بقى؟ طلعت 0 مع نيجاتيف 2. الفيرتكس دي عباره عن بوينت، اي بوينت في الدنيا بيبقى لها اكس ولها واي. يعني لها اكس ولها واي. الاكس ده اهو، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هو الاكسلوب سنتر. والواي ده اهو هو الماكسيمم اور مينيمم فيرتكس. طب بعرفها ازاي ماكسيمم اور مينيمم؟ قال لك لو الاكس باور 2 دي جايه بوزيتيف هتلاقي الرسمه تطلع عامله كده، وهتبقى دي مينيمم فاليو. يعني انا ممكن اعرف الرسمه من قبل ما ارسمها، مينيمم يعني تحت خالص. لو الاكس باور 2 دي كانت جايه نيجاتيف كانت الرسمه هتطلع عامله كده، لو جايه نيجاتيف، وهتبقى في الحاله دي ماكسيمم فاليو. طب ليه هو بيقول لي مينيمم اور ماكسيمم؟ عشان ما يغششنيش. ما هو لو قال لي ماكسيمم فاليو انا هفهم ان الرسمه هتطلع داون وورد كده، لو قال لي مينيمم فاليو هفهم ان الرسمه هتطلع كده، يبقى هو كده غششني. عشان كده بيقول لي ماكسيمم اور مينيمم. فانا عندي دلوقتي الرسمه بتاعتي جايه بوزيتيف، يبقى هتطلع واخده المنظر ده، يبقى هتبقى دي مينيمم فاليو. يعني من الاخر لو انا جبت الفيرتكس اقدر اطلع المطلوبين اللي هم طالبهم. اول مطلوب طالب ايه؟ طالب اكسس اوف سيمتري. هو قايل له ايه؟ اكس ايكوال جي بس، هي دي الاجابه. طب تاني مطلوب طالب مني ايه؟ ماكسيمم اور مينيمم فاليو، اقول له المينيمم فاليو اتفقنا انها تبقى مينيمم بقى لان الرسمه هتبقى عامله كده. المينيمم اقول له واي ايكوال نيجاتيف 2 بس، هم دول اللي كان طالبهم مني. طيب فين بقى الجراف؟ ما انا لازم ارسمها. ما هو بيقول لي جراف اصلا. الجراف سهل جدا جدا جدا. انا اقوم عامل كده اهو، ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس، هكتب عليه بس النمبر 0 1 2 3 كفايه لحد 3، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، ده الاكس اكسس. طب بالنسبه للواي اكسس، الواي اكسس انا ملاحظ واخد الفاليوز كلها يعني لحد 7 اهو، يبقى هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7، وتحت ممكن اكتب شويه يعني نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اند سو اون. طيب نبتدي بقى دلوقتي، انت بتقول لي اول حاجه ايه؟ نيجاتيف 3 مع 7، يبقى نطلع من نيجاتيف 3 لحد 7، ادي اول بوينت. طب اول تاني بوينت نيجاتيف 2 مع 2، من نيجاتيف 2 اطلع منها لحد 2 واحط نقطه. طب بعد كده نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 وانزل لحد نيجاتيف 1 تاني. بعد كده 0 مع نيجاتيف 2، ادي 0 وانزل منها النيجاتيف 2 هنا اهو. بعد كده 1 ونيجاتيف 1، امسك ال 1 بتاع الاكس وانزل منها النيجاتيف 1. بالتالي البلوتنج ده ما فيهوش مشكله يعني.
طيب 2 مع 2، امسك 2 على الاكس واطلع منها لحد 2 على الواي واحط نقطه. 3 مع 7، امسك 3 على الاكس واطلع منها لحد 7 وهنا واحط نقطه. طب نوصل النقط بالترتيب بقى حسب ما انا رسمتهم، اهو كده كده كده، واجي اعملها كيرف من هنا شويه كده اهو، يعني اخلي دي كيرف من هنا كده. كده انا رسمت الفانكشن بتاعتي، طبعا دول زي نوتس يعني، بس مش هيتعملوا يعني، بس انا بقول ايه للتوضيح. انا كده رسمت، طلعت لي الاكسس اوف سيمتري اللي هو كان الاكس ايكوال 0، والمينيموم فاليو اللي هي واي ايكوال نيجاتيف 2، اللي هم كانوا جايين فين؟ كانوا جايين في الجدول، ممكن اجيبهم في الجدول اهو، 0 من التعويض ده 0 نيجاتيف 2، ممكن اجيبهم من الجدول اهو 0 نيجاتيف 2 اللي هي الفيرتكس، ممكن اجيبها من الرسمه نفسها اهي، الفيرتكس هي اللي الرسمه مشيت منها كده ومشيت كده 0 نيجاتيف 2 بقى. بس وبمنتهى البساطه انا كاتب عليهم جزء بس عشان انت هتحليهم بنفسك في الحصه دلوقتي، فهتحلي لي دول وابعتهم لي على الجروب، يعني دول بدون اي اسئله طبعا، وابعتهم لي على الجروب. اتفضل.